قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لعوب. سورة قاف. وقال العليم الحكيم: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم أيها الكونية الجسمية المجسم، وهو معكم أينما كنتم. أين تضع الشاب الأمرد الجعد القطط؟ في أي مكان؟ هنا أو هناك؟ في هذا المكان أو في ذاك المكان؟ في هذا البلد أو في ذاك البلد؟ في هذا الحيز أو في ذاك الحيز؟ فكيف سيكون معهم أيها التلمي أيها المجسم؟ كيف سيكون معهم أينما يكونون؟ كيف تحقق هذا القانون الإلهي وهذا النص القرآني الصريح وهو معكم أينما كنتم؟ سيأتي الكلام، سيكون لنا كلام مع التوحيد الغريب التافه الفاحش، توحيد الجسم والجسمية والمكان واليد والعين والساق والأسنان، توحيد الجهال والمجانين. سيأتي إن شاء الله كلام عن هذا، لكن فقط أيضا أشير هذه إشارة أيضا لكم، التفت جيدا هنا، تحدث عن العلم وبعد هذا تحدث عن المعية، ذكر العلم هذا شيء وذكر المعية وهذا شيء آخر. قال: يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. بعد هذا قال: وهو معكم أينما كنتم. التفت هذه المعية غير العلم، هذا مقدار الرد على التيمية، على المجسمة التيمية، على التوحيد التيمي الأسطوري، على الردود الفاشلة التي تصدر منهم. التفت إلى نقطة أخرى أيضا هنا، سأسفه توحيدكم الجسماني الأسطوري الخرافي بعون الله تعالى. التفتوا إلى هذه النقطة الأخرى، هذه بركة الدرس، بركة من يحضر ويسمع الدرس، انتصارا لأهل البيت، انتصارا للصحابة، انتصارا للأشعرية، انتصارا للمعتزلة وللمعتزلة، انتصارا للصوفية، انتصارا للمستضعفين، وشكرا لله على ما أنعم علينا. هذه إشارة أخرى، ذكر العلم، ذكر المعية، وذكر البصر. ذكر البصير، قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هنا يعلم، بعد هذا قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن عليم بصير معكم أينما كنتم. هذا من؟ هذا إلهنا، هذا ربنا. أما الشاب الأمرد إله التيمية ورب التيمية فلا يعلم بشيء ولا يبصر شيئا، وبالتأكيد هو مع التيمية، مع بعض التيمية فقط وفقط. هذا هو إلهنا. وذاك الأمرد القطط الجعد هو إلهكم وربكم، تقتلون الناس من أجل هذا الإله،
هذا الرب الأمرد القطط الجعد هو الذي أمركم. أين التقيتم به؟ أين تلتقون به؟ كيف تأخذون التعليمات منه؟ كيف تأخذون الخزعبلات منه والأساطير منه والإجرام والإرهاب منه؟ سيأتي إن شاء الله بعون الله تعالى سيأتي الكلام عن توحيدكم التافه الفاشل الإجرامي الإرهابي. أيها الدواعش، أيها المارقة، أيها الخوارج، أيها الزنادقة، كل شيء بالدليل، كل شيء بالبرهان، كلام في كلام، دليل مقابل الدليل، نقاش في نقاش. نحترم المقابل، نحترم رأي المقابل، وفي نفس الوقت نحترم عقولنا ونحترم إنسانيتنا ونحترم أفكارنا، فنناقش ونرد ونعطي ما عندنا ونسمع من المقابل دون التكفير وإباحة الدماء وزهق الأرواح وإباحة الأموال والأعراض والتخريب والتهجير والتهديم والترويع والإرهاب.